إكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك معنا من جديد أستاذ سركيس. إذا تراجعات متتالية وأغلق مؤشر الدولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي متراجعا بأكثر من 1.5% بالرغم من وجود بيانات اقتصادية مهمة، ماذا عن بيانات هذا الأسبوع؟ ماذا تتوقع؟ هل يستمر الدولار في حالة من التراجعات؟ نهاركم سعيد. بالفعل شهدنا تراجع في الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية، وهذا وسط حالة من التفاؤل الكبير في أسواق الأسهم وارتفاع كبير في شهية المخاطرة في أسواق الأسهم. ارتفعت الأسهم الآسيوية، الأسهم الأوروبية أيضا تتداول بإيجابية، عقود مؤشرات الأسهم الأمريكية ترتفع. عندما ترتفع الثقة في الأسواق المالية فينخفض طلب الملاذات الآمنة والتي منها الدولار الأمريكي، وانخفضت كذلك عوائد السندات بسبب ارتفاع هذه الثقة. هذا الأسبوع نحن بانتظار العديد من البيانات الاقتصادية المهمة، رغم البداية الهادئة اليوم وإغلاق البنوك الأمريكية، لكن هذا الأسبوع سيكون مهم جدا بالنسبة للبيانات الاقتصادية. نحن في انتظار بيانات مؤشر ISM لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية، وهو مؤشر يقيس مدى النمو في قطاع الصناعات التحويلية. إلى جانب ذلك سنكون نهاية الأسبوع بانتظار بيانات الوظائف الأمريكية والتي قد تظهر انخفاض معدل البطالة من 3.6% إلى 3.5%. هذا المزيج من البيانات الاقتصادية يختلط مع الثقة الكبيرة في الأسواق المالية حاليا، والثقة سببها حاليا توقعات ببعض التراجع في معدلات التضخم، قد تشكل كلها مزيج يؤثر على تحركات الدولار الأمريكي مقابل سلة العملات الرئيسية هذا الأسبوع. نعم سركيس، يعني هذا المزيج التي تحدثت عنه، يعني هل نرى بأن اليورو سيستفيد من هذه التذبذبات في مؤشر الدولار؟ وأيضا لا نغفل التداعيات الجيوسياسية على المنطقة الأوروبية، هل من مفر لليورو لاستعادة مستوياته الطبيعية على أقل تقدير؟ الآن بالنسبة لليورو أن يستعيد كل الخسائر التي تكبدها هذه السنة، ما زال الوقت مبكر حتى نشير إلى ارتفاعات كبيرة في اليورو. لا يجب أن ننسى بأن اليورو كان يتم تداوله عن دولار و12 سنتا أمريكي قبل أن ينخفض إلى دولار و3 سنتات، وحتى مع الارتفاع الذي نشهده حاليا في اليورو أمام الدولار لكنه ما زال منخفض نسبيا على مدى هذه السنة. فاليورو يتداول اليوم عند دولار و7 سنتات، هذا كله بفعل إعادة تسعير رفع الفائدة بالفدرالي الأمريكي، إلى جانب ظهور توقعات بأن يرفع المركز الأوروبي الفائدة حتى لو كان بخطى بطيئة جدا، وهذا قد يتسبب في مزيد من إعادة التسعير. لا أستبعد أن نرى اليورو عند الدولار و8 سنتات أمريكية هذا الأسبوع، لكن أيضا هذه المستويات رغم أنها بارتفاع على مدى هذا الأسبوع والأسبوع الماضي لكنها أيضا تعتبر ضمنيا من المستويات المنخفضة لليورو، هذا بسبب توقعات أن تصل الفائدة في الولايات المتحدة إلى 2.5% نهاية هذه السنة، مقابل توقعات أن لا تتعدى الفائدة 1% أو قد تبقى أقل من 1% في المركز الأوروبي. نعم، يعني وأيضا التداعيات الجيوسياسية أثرت على أداء الروبل مقابل العملات الرئيسية، إذا يعني حالة من التراجعات شهدها الروبل في ظل تخفيض أسعار الفائدة من المركز الروسي، وأيضا الحديث عن تراجع في الاحتياطيات الروسية، هل نتوقع أيضا استمرار في حالة من تراجعات الروبل؟ هل من دواعم جديدة في ظل هذه التداعيات الجيوسياسية؟ بالفعل هنالك بعض التراجع في الروبل الروسي بعد الارتفاعات الهائلة إن صح التعبير التي تحققت مسبقا، بعدما قام أولا البنك المركزي الروسي برفع الفائدة وتم اتخاذ قرارات سياسية لعدم قبول إلا الروبل كمدفوعات للنفط والغاز، لكن يشهد حاليا الروبل الروسي بعض الانخفاض استجابة بالتأكيد لخفض الفائدة في البنك المركزي الروسي. البنك المركزي الروسي يرى بأن اقتصاد روسيا انكمش بفعل التوترات الجيوسياسية وهو مجبر لخفض الفائدة بعد أن قام برفعها مسبقا، والآن يتأثر الروبل بهذا القرار وأيضا التوترات الجيوسياسية. لا يجب أن ننسى أيضا بأننا هذا اليوم ويوم غد نحن مع نقاشات في الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة على روسيا وتحديدا النفط والغاز الروسيان، وهذا ما قد يضغط على الروبل الروسي الذي يتداول اليوم عند 66 روبل للدولار الأمريكي الواحد. لكن بشكل عام أستطيع أن أشير بأن مستويات 66 روبل للدولار الأمريكي الواحد هي أفضل كثيرا من أدنى مستويات قياسية تحققت
خلال الفترة السابقة من هذه السنة. نعم، محلل أول أسواق مالية في إيكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا.